خلينا كابتن ماهر ابدا معاك بقى بالمباراه نفسها، يعني شايف المباراه ازاي؟ مباراه كبيره على مستوى التاريخ، شايفها ازاي فنيا؟ نقدر نقول استعدادات النادي الاهلي الفوز مباراتين بشكل جيد جدا، وخاصه المباراه الاولى، وانعكاس دوت على مباراه واستعداده لمواجهه ريال مدريد. عارف يعني كده لما بنرجع للتاريخ كده، ايام بنفيكا وكابتن عادل هيكل وكابتن صالح سليم والانجازات الفرق الاوروبيه اللي كانت بتيجي كل سنه مثلا مره وحاجه زي كده، ومنتخب المجر صحيح. واحنا ايامنا احنا كان مونشن جلادباخ، يعني انا يمكن دي ليا الشرف ان انا العب مباراه دي عندي 19 سنه قدام 130 ألف متفرج. مونشن جلادباخ كان وقتها بطل اوروبا وحصل على الدوري والكاس تقريبا بالظبط، والنادي الاهلي يكسب نادي الزمالك 2-1 والاهلي يتعادل معاه 2-2، وبايرن ميونخ يعني كان ليا الشرف العب مع ضد مولر في بايرن ميونخ والنادي الاهلي كسب بايرن ميونخ. فانا عايز اقول لك ان انا احساسي يا هاني يوم الاربع اسلام يا كابتن فتحي، نعم، ان اللعيبه دي هتعمل مباراه غير طبيعيه. اولا مكسب لينا ان احنا نلعب قدام ريال مدريد، ده مكسب، دي بطوله اولاني بطوله لوحدها طبعا صحيح. ثم ان شاء الله في اللقاء احنا بنحب نلعب مع الفرق المصنفه اللي بالشكل ده. لعبتنا انا متاكد وما نسيوا المباراتين اللي فاتوا بنتائجهم بادائهم، كل تركيزهم دلوقتي في مباراه ريال مدريد. واضح كمان الراجل كمان يعني عامل مناخ هاني مناخ جميل جدا، مساعد الكل على النجاح، يعني خبرة الراجل واستراتيجيته وفكره وتغييراته في الشوط الثاني وحتة التدوير، ان هو بيلعب خط الامامي بالذات، بيلعب مجموعة وبعدين المباراة الثانية يروح ملعب مجموعة ثانية، فده واضح قوي ان في شغل اعداده الذهني وتحليله لكل مباراة واحترامه لكل خصم. ولعبتنا كمان اللي ما شاء الله يمكن في المباراة اللي فاتت الشوط الاولاني ثبت الاستحواذ لبطل امريكا، ثم الشوط الثاني لما البنزين خلص في الدقيقه 60 بدانا التغييرات اللي عملها، بدات اللعيبه تحس بقى بان هي طمعانه في المكسب. فانا شايف في المباراه دي يا هاني احساسي كده ان اللعيبه ديت هتعمل اقصى ما عندها حقيقي. ان اللعيبه دي ان شاء الله هتفاجئنا باذن الله ان هي هتبقى ند، وند كمان قوي جدا بالنسبه لريال مدريد.